الناس امبارح اكيد زعلت، الاهلاويه اكيد زعلوا، لكن في نفس الوقت ما تفاجئوش، لان مستوى الاهلي بقاله فتره في في النازل. النازل، عشان ما يكونش الكلام متزوق. امبارح حضرتك تابعت اللقاء ازاي، خاصه في ظل الغيابات اللي كنا بنتكلم عنها امبارح مع حضرتك؟ الحقيقه النادي الاهلي امبارح عمل مباراه سيئه جدا على المستوى الفني والمستوى المعنوي. شفنا في حاله من اللامبالاه لعدد كبير من اللاعبين في الفريق، يمكن ده ظهر خاصه في الشوط الثاني بعد الهدف اللي جابه المقاولين. كان في هجمه كده مرتده للمقاولين العرب، خمسه لعيبه المقاولين راحوا على مرمى النادي الاهلي ولاعيبه الاهلي قدام مكسلين يرجعوا حتى ان هم يدافعوا او يحاولوا يخرجوا الكوره او يقطعوها. طبعا الحالة دي عاملة غضب كبير وسط الأوساط الأهلاوية، سواء الجماهير سواء إدارة النادي. الناس كلها منتظرة اللي ممكن يحصل في الفترة اللي جاية، خاصة أنه مقبل على أكثر من 6 مباريات في شهر ديسمبر، مباريات المؤجلة ليه ودور الـ 32 في دوري أبطال أفريقيا الموسم الجديد. الحقيقة احنا يعني بالمستوى اللي احنا شايفينه ده الأهمية الموجودة في فريدة، في خطر كبير على النادي الأهلي السنة دي في المنافسة على أي بطولة يشارك فيها. طب هل هنا يا أستاذ محمد مجلس الإدارة متيقن ومدرك لهذا المستوى المتواضع جدا جدا للنادي الأهلي؟ يعني أنت بتتكلم دلوقتي على أن أنت حتى في الدوري ما أنتش قادر تكسب، أو حتى بتتعادل بصعوبة، يعني فكرة الفوز بالضبط حتى اختفت عن النادي لغاية دلوقتي. أنا شايف إن يمكن بعد الهزيمة الثالثة على التوالي امبارح دي لازم يكون في وقفة جادة من مجلس إدارة النادي، وقفة حازمة مع اللاعبين ومع الجهاز الفني. لازم يكون في تصحيح للمسار بشكل سريع، احنا مش هنستنى لما النادي الأهلي يشتري أكثر من صفقة. هو طبعًا محتاج أكثر من صفقة في أكثر. إيه هي روشتة يا أستاذ محمد من وجهة نظرك عشان الأهلي يعود كما كان، أو يقترب حتى من العودة كما كان؟ رقم واحد طبعًا شامل المعنوي، يعني انا شايف ان مش هو ده النادي الاهلي احنا نعرفه. ما المشكله فين يا استاذ محمد؟ عايزين يعني نحط ايدينا على نقطه الضعف، المشكله فين؟ هل في الاداره الفنيه؟ هل في الدعم المادي؟ هل في اللعيبه نفسهم يعني محتاجين صفقات؟ المشكله فين؟ لان اكيد في مشكله، ان ده مش مستوى الاهلي ابدا. المشكله متشعبه، يعني الحقيقه في اكثر من مشكله، سواء مشكله فنيه في اللعيبه المتواجدين حاليا مش على المستوى النادي الاهلي، في ناس مش حاسه بقيمه الفانيلا، في برضه مشكله مش عايز اقول ماديه، ولكن اداره النادي هي اللي عليها الدور الاكبر ان هي تدعم الفريق. لا يعني مشكله ماديه ازاي يا استاذ محمد؟ ده انت عملت كميه اعراض في بدايه الموسم دخلت لك فوق ال 4 مليون دولار، يعني انت ما عندكش اصلا مشكله ماديه. يعني الفلوس انت فرطت في بعض اللاعبين لمده 6 شهور على الاقل، وما كانش عندك المردود غير المردود المالي اللي انت لم تستغله حتى الان في استقدام لعيبه جديده، او ان انت حتى تجدد دماء الفريق. ما هو ده اللي انا اقصده، ان من الناحيه الماديه هو ما فيش مشكله، الفلوس موجوده، اللي هي الموضوع ان انت تشتري الصفقات اللي تعوض الاخفاقات الموجوده في الفريق. لكن كفلوس ماديا الفلوس موجوده في النادي. طبعا. والنادي ما عندوش مشكله خالص ماديا في الفلوس، لكن المشكله ان انت هل في الدوري المصري هناك لاعبين يقدروا يعوضوا النادي الاهلي، ويقدروا يعوضوا الغيابات، ويقدروا يعوضوا المستوى الفني الهابط في النادي الفتره الاخيره. برضه للاسف برضه اللعيبه المتواجدين في الدوري المصري اللي يستحقوا ارتداء نادي فانيله النادي الاهلي يتعدوا على اصابع اليد الواحده، يعني قليلين جدا، بس ظل وجود منافسه قويه من بيراميدز ونادي الزمالك على الصفقات. طبعا دلوقتي الموضوع اصبح مادي بحت وفلوس. ده كمان بيدق ناقوس خطر ان انت قطاع الناشئين بتاعك لازم يكون موجود بقوه، لان اللاعبين بتوعك بيكون عندهم برضو حته الانتماء وروح الفانيلا اللي احنا دايما بنتكلم عنها. انت ما بتجيب حد من بره ما بيكونش عنده التربيه حتى اللي متربيها الناشئ جوه النادي. اكيد، ودي طبعا بدايه لازم يكون في اهتمام كبير بقطاع الناشئين في النادي الاهلي في الفتره اللي جايه، عشان نقدر نطلع. اني انا شايف على مستوى كل الاعمار السنيه في فرق لازم يكون على الاقل في كل فريق لاعب او اثنين يتحطوا تحت الميكروسكوب كده، والنادي الاهلي يستعين بيهم في المستقبل. لكن انا مش معقول قطاع الناشئين كله يجوا بعد فريق الشباب 21 سنه اسرحهم كلهم وابدا اشتري ناس جديده من بره، بيبقوا مش على مستوى الحدث. في بعض اللعيبه بتكون بتأدي بمستويات جيده جدا في فرق عاديه، لما بتيجي الاهلي او الزمالك او الانديه الكبيره مش بتأدي بنفس المستوى طبعا. طيب ده ممتاز جدا. الزمالك على النقيض ما شاء الله ماشي بخطى ثابته جدا وجمهوره سعيد جدا بيه، اللعيبه كمان عندها نشوه الانتصارات المتتاليه، عنده لقاء مهم جدا مع الاتحاد السكندري في البطوله العربيه. بتشوف هذا اللقاء ازاي، خاصه ان هو لقاء مصري خالص، يعني اكيد هيكون له طبيعه مختلفه؟ طبعا احنا في البدايه كنا نتمنى ان ما يبقاش فريقين مصريين او قصاد بعض في البطوله العربيه، ولكن ده قابل القرعه. ده وارد.
بالظبط القرعه حطيتها في الموقف ده. يمكن احنا شفنا ان نادي الزمالك قدر يكسب في المباراه الاولى، اعتقد المباراه هتكون سهله نسبيا لنادي الزمالك، ان كان هو الجهاز الفني مش عايز يصدر الاحساس ده للاعبين عشان ما يبقاش في نوع من الاستهتار بالمباراه تيجي بنتيجه عكسيه. ولكن طبعا نادي الزمالك مرشح الاول للفوز بالمباراه، وانه يقدر يوصل كمان لادوار المتقدمه في البطوله العربيه اللي حضرتك قلت ان هي من اكبر جوائزها، من اكبر البطولات على مستوى العالم في الوقت الحالي. ده اكيد. خليني اختم مع حضرتك بليفربول ولقاء النهارده مع بي اس جي. اللقاء مش هيكون سهل ابدا، بس من حسن حظ ليفربول ان في بعض الغيابات المؤثره في باريس سان جيرمان، طبعا على راسهم نيمار. بتشوف المباراه هتكون ملامحها العامه ازاي، خاصه ليفربول المحقق طبعا انتصارات على مستوى البريمير ليج في الفتره الاخيره، لكن طبعا كان بوني بهزيمه اخر خساره في دوري الابطال الصربي. اكيد طبعا المباراه مش هتكون سهله على فريق ليفربول، على الرغم من الغيابات نيمار من افضل لاعبي العالم طبعا في باريس سان جيرمان. ولكن مبابي هيغيب برضه يا استاذ محمد ولا هيلعب؟ كنا سامعين ان هو برضه متعرض لاصابه. نيمار ومبابي مش هيلعبوا المباراه. لو دي فرصه كبيره لفريق ليفربول انه يحقق نتيجه ايجابيه ليضمن تاهله للادوار الثانيه في دوري ابطال اوروبا. هي يمكن صعوبه المباراه تكمن اللي هي على ملعب باريس، فبتبقى مباريات في الاجواء الجماهيريه صعبه شويه في فرنسا. لكن اتوقع ان ليفربول ونجمنا المصري محمد صلاح يتالق النهارده ويقدر يسجل ويضمنوا تاهل للدور الثاني. هل احداث العنف اللي كانت حاصله في باريس من كام يوم ممكن يكون ليها تاثير على سير اللقاء؟ لا ما اعتقدش، يعني هناك الاحداث السياسيه والبعيده تماما عن احداث كره القدم. الجمهور الفرنسي واعي، اعتقد انه بيقدر يفصل تماما بين اي حدث سياسي ومباريات كره القدم، تشجيع الفريق بتاعها، لان هدفها الاول ان هي تشجع باريس سان جيرمان تحقيق نتيجه ايجابيه النهارده، خاصه المباراه على ارضه. طبعا عندنا النهارده اكثر من لقاء في دوري الابطال، فاكيد الانظار كلها هتكون متوجهه لباريس ولقاء ليفربول وبي اس جي. بشكرك جدا الناقد الرياضي الاستاذ محمد اندردير، كنت معنا هاتفيا حضرتك ناقد الرياضي في وكاله انباء الشرق الاوسط. الف شكر.